يعني الوصول الى محطات. توا السي محمد يحكي انه مش نوصل للانتخابات، وانت كيفاش باش تعمل انتخابات باش تمشي توجه للشعب؟ ما باش تقول له سياستي، سياستك في التشغيل شني؟ يعني هذاك الوقت باش تقول؟ تقول انا ما لقيتش الوقت باش نحضر؟ فهمتني؟ تطهير المؤسسات ما ثم شيء، ما صار شيء. احنا مثلا ترحين مشكله كشف الارشيف. شنو جبد لك على الارشيف اللي هو توا كشف الارشيف مشكله كبيره برشا. كيفاش انت باش تنظف مؤسسات باش تطهرها وباش ما عندكش أرشيف. ما عندكش ارشيف. يعني مش تظلم الناس، احنا ما نحبوش نظلموا، واحنا باش نطهروا بالقضاء، مش بالمشانق، بالقضاء يتعدى على القاضي والقاضي يعطي حقه، كانوا بلي يخرج على روحه. فهمني؟ يعني خلينا نعاودوا يعني هل النظام المصرفي لازم يتعاود يتبنى. نظام مصرفي نوهبه، يعني كان غنيمه 10000 مليار مشاو فيه، وثم مؤسسات يقول لك قانون انقاذ المؤسسات، قانون 95 كارثه القانون هذا، ينقاذ المافيات، كان انقذوا به المافيات. وانا قريته ونجروه في الفريد الرسمي، الري سموه الري حوريه، قرار حوريه هذايا، يعني اسقطوا له الديون نتاع ثلاثه بنوك دوليه. وعنده وكان الديون مثل هذه الشركه التونسيه البنك، كان عندها دين موثق برهن واصبح دين عادي، نحاولوا ورفع له الرهن الرهون، معناها حتى ديونها ما عادش عندها امتيازات. فهمتني؟ هالاشياء اللي صارت هذه حقها تتكشف والناس تفهم ايش صار. انتم تعرفوا اللي صار في خلينا نقولوا هالمحاولة استنساخ التجربة المصرية والانقلاب اللي حبوا يعملوه مجموعة ويحبوا ينقذوا البلاد، واللي هو تجمع تقول الفاعل الأصلي أو الكبير فيه اللي هو غير مرئي وهو المال. المال اللي مول ما نعرفوش كون المال هذايا كيفاش تتمول هالأحزاب والجمعيات والغير، معناها غير واضح. مش تمشي انتخابات بالمال كما هذا؟ هل احنا باش نخليو الامور هكا نمشيو نبنيو مجال سياسي كما في لبنان، يولي الحريري عايم على قداش من واحد في البرلمان والاخر كذا؟ يعني ثم قضايا كبيره ياسر كلها ما تطرحتش. هذه حقها موضوع ندوات وموضوع مؤتمرات والشعب يتبعها ثم الناس تختار، نعطيو للشعب. هذه السياسه ما مشاتش للشعب، السياسه قاعدة يعني اطراف نخبه تتعارك ما بين بعضها. كاش احنا فرقت وفاء كنا غير معنيين، وما تخليش ما يسميوهم هما حوارات، كلم فارغ لا حوارات لا ثم شيء، لان المضامين ما ثماش. والمضامين هي المفروض تكون مضامين الثوره المفروض انك انت تحب تعاود التجربه كما قلت تو، حركه دستوريه. انا حركه دستوريه ودي شويه الثوره ضد شكون قامت؟ انت مو ضد النظام هذا يعني جري حركه شنو؟ فما ائتلاف دستوري. يعني اخذ معنا سي عبد الوفاء، وعندي مكالمه هاتفيه مع سي زين عبد الدين النيفر، هو عضو في عضو المكتب السياسي لحزب المبادره اللي موجود في الائتلاف الدستوري. اهلا وسهلا بك سي زين عبد الدين. عسلامه يا لاله، بارك الله فيك ومرحبا بكامل المستمعين والمستمعات. اليوم نحكيو على الائتلافات السياسية اللي جديدة في تونس في ظل الأوضاع الراهنة هذه، تحت أي قاعدة؟ الائتلاف الدستوري، ائتلافكم اللي حزب المبادرة موجود فيه، الخلفية الائتلاف هذايا دستورية على أساس أنه باش تكون فما تقدموا مشروع لحل الأزمة أو باش نشوفوكم في الانتخابات؟ يعني هي بداية تحضير وطبخ الانتخابات. هو احنا توا باش نمشيو ان شاء الله الانتخابات كما الاحزاب الكل وكما القوى السياسيه في البلاد الكل. بقى الانتخابات باش تكون يلزم اهداف ويلزم سياسه ويلزم اقتراحات بالنسبه للشعب باش الشعب يقبلها وعلى اساسها هي ينتخب لنا. معناها الاقتراحات ولا بد باش نقوموا بها، واحنا كوننا الجبهه الدستوريه في وقت، ثم وقع التحالف والاندماج مع الحزب الوطني الحر، ولا توا الحزب الموحد اسمه حزب المبادرة الوطنية الدستورية، لتقديم فكر وسطي ولتقديم مقترحات لحل الأزمة اللي احنا فيها اليوم والأزمات اللي بتتعرض لها تونس في القريب وفي المستقبل نتاعها، ونكونوا مساهمين بالفكر الدستوري وبالفكر الوسطي، نكونوا مساهمين ان شاء الله باش نلقاو حلول للوضع اللي احنا فيه في تونس. طيب سيدي عبدين،
ثورة قامت على حزب التجمع الدستوري، وانتم ائتلاف دستوري، مرجعيتكم دستورية كما تقولوا انتم، ما تقولوش ما تخافوش انه معناتها الائتلاف هذا ما يلقاش صدى حتى في الانتخابات؟ قلتوا مش حل الأزمة، انتم مش موجودين لحل الأزمة، تخموا في الانتخابات. هي ثورة قامت على أهداف معينة، وقامت ضد معناها تصرفات معينة، بقطع النظر كونه تصرفات معينة نسبت إلى حزب الحاكم. إيه هفش نفسر لك، فهمين معناها هي ثورة قامت لأهداف معينة وضد تصرفات معينة، والتصرفات هذيك كانوا يقوموا بها الناس اللي هما كانوا في الحكم وضمن معناها حزب معين. احنا في الحزب المبادرة الوطنية الدستورية تكملة وتواصل للفكر الدستوري، مش لبعض الممارسات اللي قاموا بها بعض الأشخاص، واللي هي ما كانتش ممارسات معناها تابعة. واصل سي زين عبدين، يعني سمحني اللي يظل بزال معنا مساج قصت المكالمة زملائي في البث يقولوا قصت المكالمة، قال انه الفكر كان نجم ترجعونا فكر دستوري معناها. اي سمعت تعليقك، تقصت المكالمة، كان ينجم يرجعونا تو يقولوا لي في البث. يعني تو الثورة في تونس قامت ضد تصرفات وسلوكيات، يعني ما قامتش ضد نظام. شيء غريب هذا، عمري ما سمعت انا ثورة قامت ضد تصرفات. شو تصرفات؟ هذم خيارات صارت، خيارات يعني بدأت بتسكير جامع الزيتونة وموصلنا حتى لتسكير الجوع، وبعد يجيروا على الناس في الفلارة نحيوها، يعني ثم منظومة وخيارات. أي. كانت حب تطرح لي نرجع السؤال. نرجع معك سيدي عبدين. الو الو وي سيدي وي لا قلت لي انتم المرجعيه نتاعكم او المبادره الوطنيه هذه دستوريه تقوم على فكر دستوري، مش كما لا هي تقوم على الفكر الدستوري، وتقوم زادة على الفكر الإصلاحي. احنا متفاهمين اللي ثم غلطات وقعت، وثم ناس اللي هي وقعت في الخطأ، وثم ناس اللي هي ارتكبت معناها أشياء فظيعة، معناها إيذاء الشعب التونسي وإيذاء السياسيين، هذا الكل متفاهمين فيه، واحنا كنا طلبنا بالعدالة الانتقالية، واليوم الغدوة احنا مطالبين بس كل الأشخاص اللي غلطت في حق الشعب التونسي تحاسب وتلقى الحساب امتاحها. احنا مع المحاسبة مع المحاسبة. منو هو راه من عنده هو نجم انا في بالي التعريف يعرف لنا اش معناتها فكر دستوري، خاطر انا بصراحة اذا كانوا يقصدوا بالفكر البرجيبي خاطر ثم شكون يحكي على فكر بورقيبه. هو يقول لك اي مرجعيتنا الدستوريه بورقيبيه. بورقيبه يعتبر ان تونس الشعب التونسي هو غبار من الافراد، وانه حاول انه يجمعوا في وحده وطنيه حول شخصه، فهمت؟ وان احنا مفترق حضارات ما معروفين، يعني احنا ما عندناش هويه عربيه اسلاميه. لذلك كانت الخيارات كلها قائمه. سي محمد المزالي نحاوه مرتين من اجل التعريب، وهذا في كتابه أن بريمير مينيستر دو بورقيبة تيمواني يحكي فاش نحاوه وزير تربية لأنه عمل خيار التعريب، ثم كوزير أول نحاوه من أجل سياسة التعريب. الموقف من الإسلام هذاك ما نحكيوش على نداء بفطر رمضان وغلق جامع الزيتونة والمساجد تدور بها المفتاح وكل شو، هذه خيارات كل هذا. اختيار نمط علاقة مع فرنسا معناها ممتاز، هذا كله خيارات راه، هذا هو فكر دستوري. اذا كان هو يقول هذا الفكر الدستوري، هذا الفكر الدستوري هو اللي هزنا سيدي عبدين، تسمع هزنا للثوره، هو اللي جاب الثوره راه، هو اللي جاب الثوره. طيب. الفكر سيدي عبدين بربي اقعد في بقعه معناها تنجم تخول لك انه تحكي معنا بوضوح قبل ما نرجع لك للسؤال. سي عبد الرؤوف العيدي، سي محمد شو تحب تسال؟ باش فقط انا نسال سي زين العابدين ومن وراءه يعني كل المعنيين بتجارب هذا الاحزاب الدستوريه، احنا نقول بان الثوره قامت على منظومه فساد في الحكم، فساد في الإدارة، فساد في المال إلى آخره. والأحزاب اللي كانت أو الأشخاص على الأقل اللي كانوا منتمين للحزب مش بالضرورة مدانين فردا فردا، لكن إذا كان نحبوا الناس هذوما يعاودوا يشاركوا في الحياة السياسية، أولا لم نسمع منهم تقييمات دقيقة وواضحة للمرحلة السابقة، مش فقط ثاروا الناس على الطرابلسية وعلى بن علي،
قاموا على ثورة على منظومة. للأسف الحزب الدستوري اللي جاب الحركة كان أحد أطراف الحركة الوطنية الأساسيين وتزعم الاستقلال وتزعم بناء الدولة. هذا الحزب من في تاريخه الكل كان عنده مشكلة مع الحكم الديمقراطي وكان حزبا استبداديا في الحكم. شنو التقييم؟ اثنين، كيفاش يشوفوا المحاسبة بالحد الأدنى باش ما تعودش معناها الناس تنسى وكانوا شيء وقع. الثالثة هو الاعتذار. احنا الى حد كبير باستثناء سي كمال مرجان مرة عبر معناها ولو بشيء من الاحتشام على شيء من الاعتذار، هذه الشخصيات المنتمية للمنظومة السابقة بصورة من الصور لم تعبر عن اعتذار، وهل ستعبر عن ذلك؟ وأخيرا شنية الضمانات اللي بيش يقدموها للقطع مع المنظومة القديمة وأن يكونوا جزءا من أحزاب ما بعد الثورة وليس جزءا من ما قبل الثورة؟ بيه سيزي العبدين باش نبدأ بسؤال بسؤال قبل ما تنذكرك أنا بالثلاث نقاط. فيما يخص الفكر، فيما يخص الفكر الدستوري والحركة الدستورية، احنا ما ننسيوش اللي البلاد من الاستقلال التوى ما صارش فيها كان الاستبداد. البلاد تبنات، الناس قرات، المكاتب تبنات، الجوامع تبنات، المساجد تبنات، الكليات تبنات، الطرقات تبنات، الاقتصاد قام، هذا الكل صار. واحنا في عامين بعد الثورة توا، ونعرفوا لي الفترة صعيبة ونعرفوا لي الظروف اللي تمر بها البلاد صعيبة، بقى عامين بعد الثورة ما شفناش إنجاز اللي اليوم نجم نقوله بعد عامين أنجزنا حاجة بعد الثورة بكل صراحة وبكل تواضع. هذا ما يمنعش اللي الحكم الفردي كان عنده الخطايا نتاعو. بقى في كي قلت سي عبد الرؤوف ولا حتى غير سي عبد الرؤوف من غير ما سكر يقول الفكر الدستوري كان عنده مشكله مع الديمقراطيه. احنا وقت اللي خذينا الاستقلال في تونس وبدا الفكر الدستوري، المشكله نتاع تونس كانت البناء والتعليم والصحه، ما كانتش الديمقراطيه. في العالم اجمع الديمقراطيه ما كانتش وقتها فكره موجوده ومطروحه. الديمقراطيه توجدت في العشرات السنين الاخيره، وصحيح كان ثم التعامل مع الديمقراطيه بصعوبه وبخطا، بقى ما نجموش ننكروا اللي البلاد تبنات على يدين اتسيترا. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى سي عبد الرؤوف العيادي يقول الاعتذارات والاعتذارات، احنا طلبنا بالعداله الانتقاليه. يا اخي انتم في الحكم توا وانتم عندكم المجلس التاسيسي، عندكم الاغلبيه فيه، وينو قام مشروع العداله الانتقاليه؟ احنا طلبنا به. يا اخي تحب تساتر والتجمعين يقدموا الاعتذارات لوين؟ يمشيوا للبلاس بوبليك للبطحه يقدموا الاعتذارات؟ وين يمشيوا؟ يمشيوا لسيدي بوالحسن يقدموا الاعتذارات ولا لسيدي محرز؟ وين يمشيوا؟ ثم منظومه اسمها العداله الانتقاليه اللي اليوم مازالوا ما قاموش بها، واللي اليوم مازالت ما طرحتش على المجلس الوطني التاسيسي. وختاق على المنظومه هذه ونبداو في مشروع العدالة الانتقالية من محاسبة ثم كشف الحقيقة أولا ثم المحاسبة ثم المصالحة، وقت اللي يتخلف على العدالة الانتقالية يحق للسيد عبد الرؤوف العيادي وزملائه وغير السيد عبد الرؤوف العيادي اللي يتخلف يقول له سيد هذا يتخلف وهذا ما قامش بواجبه. أما اليوم كيفاش حبنا نقدموا العباد تقدم الاعتذارات ومش نقدموهم؟ نمشيو للبلاس باستور نقدموا الاعتذارات؟ طيب. اعطيونا كيفاش فيه مش نقدموهم الاعتذارات؟ الائتلاف الدستوري هذايا قلت انتم ماشيين للانتخابات، سالتك انا عليك مليح كانك تكلم فيه انا يا استاذه. اي نكلم فيك، قلت لك الائتلاف الدستوري هذايا او المبادره أي. الوطنيه الدستوريه انت قلت لي ماشيين بها للانتخابات، وسالتك انا قلت لك ما تخافوش انه تلقاو صد معناتها من من الناخب التونسي مش نطرح. لا ايش نقول، احنا قلنا الانتخابات وقلنا باش نمشيو للانتخابات لازم يكون عندنا مشروع وطني، لازم يكون عندنا مشروع اقتصادي، لازم يكون عندنا مشروع اجتماعي، وهذا اللي احنا بصدد العمل عليه وباش نقدموه للشعب. من بعد اذا كان الشعب التونسي ولا افراد من الشعب التونسي رافضين الفكره هذه ولا ما ينتخبوش ولا هذيك هي الديمقراطيه. اذا كان احنا نحبوا نكونوا في ديمقراطيه باش كنا عندنا الكل ديمقراطيه. طيب. كل واحد يعطي رايه، اللي عجبه عجبه واللي ما عجبوش منتخب الحاجه الاخرى. هذيك اراده الشعب، ما نجموش نجيو ضد اراده الشعب وما نحبوش نكونوا ضد اراده الشعب. ومن هوني القدام نتصور اللي يلزمنا نحترموا اراده الشعب وانه الشعب يكون عنده الكلمه الفصل في كل شيء. بالعكس احنا نحبوا نمشيو لصناديق الاقتراع ونحبوا الشعب هو اللي يقبل ولا الشعب هو اللي يرفض. طيب شكرا لك سيدي عبدين النيفر عضو المكتب السياسي لحزب المبادره، دخل معنا فيما يخص المبادره الدستوريه.
عندك ولا عندك؟ تعليق انا عندي في ثلاثه نقاط سريعه. هو جاوب. اولا الـ 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 المبادره او هذا الحزب ما هوش ائتلافي بالمعنى اللي كنا نحدث عليه، لانه المبادره الوطنيه الدستوريه هي مجموعه احزاب اندمجت وانصهرت في حزب، وهذا شيء ايجابي معناها وترمي الانتخابات. قال احنا ده مش وتعمل انتخابات، هذا شيء ايجابي. فقط زوج ملاحظات الاخرين، هو السي زين العابدين وغيره، بناء الدولة في تونس اللي لا ننكر مكاسبه في مجالات عديدة في التعليم والصحة وكذا، كان على حساب الحريات وعلى حساب الديمقراطية. والديمقراطية راهي مش بدعة عن جهة الآن، راهو اليسار معناها التونسي تعرض إلى مضايقات عديدة، والسي عبد الرؤوف العيادي كان أحد ضحايا المحاكمات السياسية اللي شملت اليسار في ظل حكم الدستوريين. ثم كانت محاكمات القوميين، وقبل ذلك كان تصفيه جزء من الدساتره اللي هم اليوسفيين بالقوة وبالاغتيال وبالتصفيه. ثم كانت انشأنا القمع الشديد للاسلاميين خلال الثمانينات، وخاصه خلال حكم المخلوع بن علي. اذا هذه مسؤوليه تاريخيه. يقول الان نعتذر وين؟ نقول تعتذر اول شيء صحف الاعلام، تعتذر في الخطاب، تعتذر للتوانسة بقطع نظر على المحاكم وعلى مجالات العدالة الانتقالية اللي أنا معاه في أنا ضرورية ولا بد توجد. ولكن الإنسان اللي أخطأ في مرحلة معينة، أو حتى إذا كان هو ما كان جزء من الخطأ، ناوي يعمل شيء يقطع مع الماضي وهو محمول عليه هذه التهمة، يبرهن في خطابه واعتذاره، وإحنا ماذا بينا تقوم الثورة على الجديد ولا تقوم على الاقصاء. طيب سي عبد الرؤوف، هو جاوبك قال لك يعني وين باش نعتذروا؟ العداله الانتقاليه مازال ماهوش مفعل بالتمام وبالكمال، معناتها سيد قال لك احنا تساترة رجوعهم في العلن ومش محتشم وعندنا الحق معناها. لا، اذا زدنا نقولوا بوضوح، ثم مناخ دولي او خلينا نقولوا حتى طرف دولية رغبة فيهم، لأن هي هم عملوا علاقات متينة قبل مع كانت العلاقة كان معهم أي معهم هم كانت، وكانوا وسطاء وكانوا زادة حملت مشروع تغريبي واضح، يعني هم كانوا يسميوا كروة دو ترانسميسيون، يعني نطاق تمرير تاع مشروع، يعني هذا ما يلزمش الواحد يسعى ليه أو يتجاهله. ف يعني وجودهم أو رجوعهم للساحة لا أعتقد أنه كان فقط بإرادة منهم، هما علاش غابوا فترة معينة ثم خرجوا بشوية بشوية، وقت اللي حسوا أنه ما ثمش محاسبة. وفعلا هنا هو عنده حق يقول ما صارتش محاسبة، وين القانون؟ توجهوا للترايكة، ترايكة مسؤولة. لكن قبل الترايكة قبل الترايكة زاد كان سي قايد السبسي في الفترة نتاعه ينادي يقول توا يلزمنا المصالحة، توا المصالحة بمعنى طي الصفحة مش قتل المصالحة، راهي المصالحة فيها معنى المشاركة، يعني انك احنا توا باش نتفق على نظام جديد او على اسس نظام جديد، اسس كبيرة، انه مثلا نختاروا نظام الديمقراطي اللي فيه الشفافية والمسؤولية والى اخره والانتخابات وكل هذا. ما يزمك انت اللي كنت في موقع اخر، انت كنت تدافع على نظام اللي هو يلغي حق الشعب في اختياره الحر لمن يحكمه، انت كنت عامل سياسه تعتيم، انت كان عامل سياسه اللي تستبيح الحرمه الجسديه، عذبوا حاكموا ناس معناها وشردوا واحد، اغتالوا ناس، عملوا كذا. مفروض هذايا باش نوصلوا ان احنا نتفقوا، مش مجرد انك انت تقول والله انا اعتذرت، او لن نكشفوا الحقائق هذوما اللي صاروا ونحملوا المسؤوليات، ثم اللي السياسيين حتى يعتذروا على الفتره هذيك ويقولوا راهو كان غلط الخيارات السابقه هذيك، راني انضمينا الى الخيارات الجديده اللي تقوم على الشفافيه والكذا وكذا والديمقراطيه وكل، ورحنا تو احنا متبنينا ونعهدوا الشعب عليها. يعني هذا يصير كما قال سي جوماني، كانوا نجموا يقولوه في وثيقة يخرجوه، شنو يخرج في وثيقة التأسيس نتاع كانوا نجموا في المجال، شنو استنى يا أخي أنت
باش تقولوا في كما قالوا في ساحة قدام شو نقولوا قدام المحكمة؟ لا، مش كون اللي كان اللي عملوا في المحكمة، ثم مسؤولية سياسية، ثم مسؤولية جنائية، ثم ناس عملت جرائم كبيرة ياسر هذوك يتحاكموا جنائيا، لكن ثم اللي جريمتهم سياسية. طيب ربي كيف يجي واحد زي كمال مرجان يقول ما يعرفش الطرابلسية كانوا يسرقوا؟ والله شيء يضحك، المواطن البسيط يعرف الطرابلسية كانوا يسرقوا، ويعرف الفولكس فاجن كل مشاهد، وهذيك دار كذا شكون مشاهد، وهذيك الناس تبع وخرجوا كشوفات لي سيت فامي كي بي لا تونيزي، ما يعني وثيقه كامله السبعه عائلات ترهب تونس، وخرجوا ويجي هو وزير في مكان طالع واحد يقول انا ما نعرفش اللي يسرقوا، ما يعرفش اللي 150 كرهبه كانوا متاع شركات حاطين في التجمع، ما كانوش يعرفوا. قريت انا حيثيات الحكم اللي خرجوا به القلال وغيره كل، يعني استاق عاتيه قداش مليار باش يبنوا دار الحزب، لستي بي كيف كيف، يعني مؤسسات كامله تبنات، يعني دار حتى سامحوني اللي مع نظره ضعيف ياسر يشوفها، يعني ناطحه سحاب، يعني ما يعرفش هذا منين جاي منين تمول، سامحوني كان وما تعرفش لي هذا كمال مال عام تمول به حزب يعني بالطريقه هذيك، معناها ثم ما نخليوش على الديتاشمون نسميه موجود غادي تخلص فيه الشركه وموجود غاديك. هذه قضايا كبيره ياسر. ثم ما يعرفش اللي كان الحزب التجمع هذا كان موجود فيه واحد من مدير سابق لامن الدوله كان حسن عبيد، وبعد ولا شو اسمه منصف بن قبيله. وكان دوره هو امني، يبعثوا له الشعب والجامعات وهم غاديك، هذا ما يعرفوش واحد مسؤول في اللجنه المركزيه ولا في الديوان السياسي ولا في ما يعرفوش هذا. ثم يقول انا ما عالبليش، وكما قال لك يحب يعتذر بصفه محتشمه، كيفاش هذا عندك فيه انت ثقه وغدو ما يرجعش المنظومه كما هذه؟ واليوم انا نقول لك انا اما كان مده محسن مرزوق قال لازم بوليس السياسي يرجع، يحبوا يرجعوا البوليس السياسي. بعد قيادي حركه النهضه قالوا توا راهو لازم نقيد باش نتعاونوا مع نرجعوا نحكيوا ونفتحوا الحوار. النهضه هي توا في حاله متاع قابليه للابتزاز كما قال الملك بن نبي قابليه الاستعمار، هي هو نوع من الاستعمار، هما تحت ضغط دولي، هما ضغط دولي كبير، وثم سفير دوله كبيره كان في لقاء تلفت للممثل نداء تونس قال له باش نعاونوكم، وتلفت الممثل نتاع النهضه قال له باش تشوفوا متاعب كبيره، فولاو يرعشوا وخافوا. طيب باش نرجع لك لحركه وفاء، علاش خيرت انها تبقى بعيده عن الائتلافات وشنو هو الفتره القادمه شنو ننتظر من حركه وفاء؟ لكن سؤال ليك انت سي محمد كرماني، الائتلاف نتاعكم قلنا الفتره هذه وللانتخابات وصلنا، الائتلاف الساتره قال لك احنا الانتخابات، نجموا نراكم مع بعضكم؟ لا مستبعد جدا، بل مستحيل على الاقل. نعم انتخابين، لانه مساراتنا مختلفة، يعني احنا احزاب في اغلبها احزاب فعلا منتصرة للثورة ولدماء الشهداء، وجات نجم نقولوا للتعبير عن الواقع الجديد، بما في ذلك حركة النهضة اللي عندها اكثر من 30 سنة من التكوين الشكلي صح والقانوني، ولكن وجودها في الحياة السياسية هو وجود جديد. اما الناس خرجت من السجون ورجعت من المهاجر وخرجت نقولوا من تحت الأقبية وغيرها باش تعبر عن نفسها بعد الثورة. فنحن إذا نعبر عن طموحات جديدة، صحيح أننا ضد الإقصاء ونحب التوانسة الكل تتاح لهم فرصة المشاركة السياسية في إطار تنافسي، ومش فقط احنا مختلفين مع ديساترا وإنما مختلفين مع قوى يسارية أو قومية أو حتى قوى غير إيديولوجية موجودة في مواقع أخرى. احنا نراه هذا الائتلاف مفتوح لجميع الأحزاب اللي منتصرة للثورة، منتصرة كما قلت لدماء الشهداء، مع دولة ديمقراطية مدنية، مع حق الشعب التونسي في أن يسيطر على قراره الوطني وعلى ثروته الوطنية. احنا ما يعني وان كنا لم نطور برنامجا كما قال سعد الرؤوف، واكيد الاحزاب ستطور برامج او الائتلافات الانتخابيه، ولكن وضعنا وثيقه تاسيسيه فيها التنصيص على اهم هذه
المبادئ وعلى أساسها يمكن أن نتقارب أو تنضم إلينا أحزاب أخرى. المقاربات هذه تنشوفها بعد لحظات. نرجع لك سي عبد الرؤوف، حركة وفاة خيرة أنها تبقى بعيدة عن الائتلافات، خيرة أنها تكون عندها مسارها الخاص. لماذا وشو المسار الخاص؟ احنا شوف تجربة، احنا مقيمين النظام السابق شنو؟ النظام السابق راه قائم على الولاءات، ولاء دولي، هما عاملين ولاء للغرب، واللي يحكم يحطوه الغرب ماهوش غريب لانهم مثبتينه، يعرفوا سلطته وشرعيته مستمده من فوق، هي عموديه مش يعني افقيه، مش جايه من الشعب، هما يقروا بذلك. ثم هو ياخذ ريع دولي، ياخذ مساعدات قروض يوزعها على جماعته، وتتكون منظومه بتفاسد، يعني مش قايمه على العرق وعلى القيم. اكلش احنا في حركه وفاة طرحين مشكله اعاده بناء القيم، قيمه العمل وقيمه العدل اللي هي اساس القيم، فهمتني، الاسلاميه، هي قيمه مركزيه في الاسلام، هي قيمه العدل. بالعدل قامت السماوات والارض، فهمتني. وابن خلدون قال العدل اساس العمران. منظوم طرحنا احنا نشوفوا ان اللي قاعد يجري تو هم ما يحبوش المنظومه هذه تتبدل. الولاءات تبدا من فوق، وهذا اش صار، اتصال بسفارات، جلسات مغلقه وكذا، ثم نعاودوا او يبشروكم باش يجيبوا لكم توا هذه القروض وكذا، يدور لكم شويه الواحد كذا، وهما معناها منقذين يظهروا كيما هكا، كيما صار في مصر في النموذج نتاع الانقلابات. دوما وقصال الانقلاب جاتك القروض من السعوديه والامارات من كذا، خاطر الغرب في كريز كبيره. ما توقعوش نشوفوكم سي عبد الرؤوف. احنا توا هالصراع ما بين سواء ترويكا والمعارضه وجماعه اللي مع الترويكا وجماعه اللي مع المعارضه، احنا غير معنيين به. احنا نقولوا راه صارت ثوره في البلاد، ثم برنامج نتاع ثوره، برنامج الثوره يا سيدي على الاقل نحطوا القطار على السكه، خلنا نكشفوا هالارشيف اش تبع، على الاقل وفرنا كم من المعلومات نفهموا اش صاير، ونرجعوا ونبداو نطرحوا الاولويات. احنا معنا مشكل تشغيل، نعملوا مؤتمر وطني بين الاحزاب اللي عندها الهم الوطني باش ننتهيوا الى برنامج نتاع تشغيل، نعملوا برنامج نتاع اصلاح تربوي باش معناها نفعلوا القيم ونعاودوا نبنيوا التونسي معناها على اسس اخرى، مش على اسس الاستهلاك وعلى اسس الولاء باش ياخذ الفلوس ويعيش على اساس انه يعرق ويخدم على روحه. ولذلك احنا توا نقولوا اللي احنا طرحنا ومقاربتنا هي مقاربه سياسيه، وماذا بينا نعرفوا روحنا زاد في البحر المتوسط شنو دورنا؟ عندنا احنا مازلنا واحد يعني من اجل المتوسط طرف، واحد مش نتعايشوا مع فهمتوا، خاصة مع مستقبلنا مع سرايل وكذا. أولا احنا نحبوا نبنيو كيان قوي، نمدوا يدينا الليبيين، نمدوا يدينا الجزائريين، نمدوا يدينا الواحد، نعملوا استراتيجية جزائرية ونجمعوا هذ رجال الأعمال هنا هنا وغادي ويقعدوا. أي يا خويا راه مسؤول عليكم، مطروح عليكم راه أنكم تبنيوا قوة في المنطقة. نسعيوا لذلك، نحفزوا الناس، نحملوا مسؤوليتهم. وهنا دور المساجد، أنه دور تعبوي ودور لبناء القيم من جديد، عزة، ما تحبوا العزة والقوة، هذه مستلزمات العزة، أن نبني روحنا عمودياً أفقياً، مش عمودياً. الآن اللي جاري تو هم يحبوا يبنيوا عمودي وتو راجعين معناها بالمنطقة نتا كذا، والله يقبل لو قال لك قرينا الناس وعملنا كل، حتى الشيخ قرى وورى وكان قوش تجي تغني وواحد وقورية على حالها ظهرت، معناها مش هذا. تشوف إيران تو، شوف إيران وقت الشيء، إيران تو قوة يحسب لها حساب، وفي المجال العلمي مش الكل. احنا نجمو يلزمنا نحطوا تحديات، معناه هو اللي يجي لنا ينتج في المعرفة، ينتج في العلم، وينتج في المادة. طيب سي محمد الجوماني، تقريبا وصلنا لاخر حصتنا. المواطن التونسي حاير توا بين الائتلافات هذه، هل هي تنجم توصلوا لحل الازمه، توصلوا للانتخابات ولا لا؟ شنو تنجم تقول للمواطن التونسي بصفه عامه، بما انه ائتلاف كبير يضم 11 حزب ومازلتوا قلتوا باش توسعوا باش نوصلوا به للانتخابات؟ الائتلافات السياسيه راهي ما تعملتش في الحقيقه بكل وضوح باش تقدم حلول عاجله للقضايا الاجتماعيه المستعصيه. الائتلافات تعاملت باش تواجه الأزمة السياسية اللي أصبحت تعطل في كل المسارات الأخرى، هي محاولة لنجم نقوله توفير مناخ ما يدفعش البلاد إلى العنف تحت أي عنوان
بل يدفعوا إلى التنافس الديمقراطي في إطار صندوق الاقتراع. ثم الأمر الثاني هذا الائتلاف وغيره على الأقل هو فرصة باش التوانسة ينجموا يميزوا ويفهموا. وملاحظة أخيرة، هذا الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي يحب على الأقل في ما تبقى من الفترة التأسيسية يقول راو العلاقات في المرحلة التأسيسية تقوم على أساس الشراكة وليس على أساس لا هذا ثنائية الحكم والمعارضة والاستقطاب الحاد. راهو ما زالت لنا فرصة باش الكلنا نحطوا يدينا من أجل أن نذهب إلى انتخابات واللي تعطيه الصناديق الاقتراع نقبل به وندخل في المرحلة الدائمة والمرحلة المستقرة بمؤسسات جديدة تقطع فعلا مع منظومة الاستبداد والفساد وتنجم تحقق تنمية وعدالة وتشغيل وترقى بتطلعات الشعب التونسي. كلمتي الأخيرة نقول أنا يا توانسة اتأكدوا اللي قيمة الانتخابات فان تعطيكم لكل مواطن صوت، الفقير والغني والمرأة والراجل والريفي والحضري كلهم عندهم نفس الصوت. ترى أن التونسي مازال عنده ثقة في الانتخابات يا محمد؟ هذا احنا نحاولوا باش نرجعوا ثقة الناس بالانتخابات ويقولوا لهم راو أي ناس يحاولوا يعطيكم حلول أخرى بوصاية أحزاب أو وصاية حكماء أو أي تسمية أخرى هم يحبوا يبعدوكم على المشهد السياسي. يتوانس أنتم الأمل وأنتم العنصر الرئيسي لحماية الثورة من خلال تعبيركم عن أراءكم في الانتخابات الحرة والتعددية والشفافة. المطلوب سي عبد الرؤوف العيادي في هذه الفترة تجاذبات سياسية، ائتلافات، نشوفوا في المجلس التأسيسي معطل سيرجع له، شنو هو المطلوب فعليا؟ خلي المواطن التونسي يرتاح، خاطر تعب المواطن التونسي كما قلت السي محمد حاير مش عارف ائتلافات وين باش توصلوا البلاد. توا نحبوا نعرفوا بعد الفترة هذه المنظمة الراعية للحوار اللي هي قالت انها باش تعاود ترجع باش تعاود تدعي الأحزاب في خطة جديدة بالك يتحسن الوضع، شنو المطلوب فعليا؟ قلت لك كل ما يجري بالنسبة لي أنا بين أطراف النخبة الآن هو ما دون السياسي، مازال ما وصلناش مرحلة سياسية. أنا بالنسبة لي نحن هنا كلامي موجه بالأساس وهي خاصة النخبة أن ترجع حساباتها وترجع، لأن هي مش تعزل مع الشعب وبش تزيد ضعف البلاد وبش تخلي البلاد نهب للمخططات الخارجية والأطماع الخارجية. ولذا أنا أقول بالنسبة الأساسي هي المضامين. احنا عندنا ثورة تو الحزب اللي تو المنظمة مثلا اللي كيما منظمة الشغل اللي طرحت جديدة هذه يزمها تطرح مش قلت يعني تفعيل قيمة العمل. احنا يزمنا نخدمه وحنا نجمه نقول احنا هدف نشوفه قداش العامل في كوريا الجنوبية انتجيته نقولي العامل التونسي ما ينجمش يكون أقل منه نجمو نوصلوا. احنا يلزمنا توا ندخلوا في يعني تحدي ان نتعامل مع بقيه الحضارات من موقع النديه، عندنا قيمنا نجمو الان نبداو كما نقولوا يعملوا ليتا دي ليو، ما نفهموا اش ثم اش عندنا واش ما عندناش وهذا متاح. نفتحوا الارشيف نشوفوا اش عندنا واش ما عندناش، الحقائق كل تكشف فعليا الشعب يطالب حقه في الحقيقه ثم حقه في الانصاف انه يقع انصافه. ثم الناس ظلمت ياسر في الشعب هذه كل حد يعطيه حقه، عائلة شهداء ما يعرفوش شكون قتل الواحد نتاع ما عندكم قضيه هنا في صفاقس تجري ومحكمه عسكريه ووخر وزيد وقدم وشو. يعني احنا نعتبروا انه لابد نوصل مرحله البرامج، برامج في التشغيل في اصلاح التربوي في بناء اقتصاد في النهوض بالقيم. انا هنا دور المسجد عنده دور كبير ياسر، دور استراتيجي فهمت، مش يقول له توا والله اي حياد المساجد. شنو حياد المساجد؟ عندك ازمه اخلاقيه وازمه قيميه نادي بحياد المساجد معناها هذا رجوع البرامج نتاع قبل ولغه تقبل. يعني هذه القضايا الكبيره اللي يلزمها هي اللي الان كنخبه وانا ادعوهم انهم يراجعوا حساباتهم الكل ويحطوا اليد في اليد يبحثوا على مشترك سياسي باش نخرجوا البلاد هذه من المأزق اللي عايشه فيه. كلمه اخيره من اقل من 30 ثانيه انا نقول للتوانسه راهو الناس اللي يحبوا يخوفوكم بانه شهرياتكم مش تتصب المره الجايه والشهر اللي بعده ويحبطوا عزايمكم راهم يحبوا لكمش الخير. انا في رايي انتم الامل، ثقوا بانفسكم وراو
الطبيعة تكره الفراغ كي تحضروا أنتم تغيب كل المناورات. شكرا لك سي محمد كوميني ناطق رسمي باسم الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي. شكرا لك سي عبد الرؤوف العايدي عن حركة وفاة. هذه حلقتنا اليوم على الائتلافات السياسية. دمتم أوفياء إلى قناة القلم. تقابلوا إن شاء الله في موعد جديد من رجع الصدى كل ثلاثاء وسبت. تصبحون على خير. شكرا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك مناسك الحج خطوة خطوة على قناة القلم يوميا مع الشيخ فتح رباعي. أخيرا في تونس وفي عالم الدراجات النارية، زيموتا أرقى ما توصلت إليه تكنولوجيا اليوم في عالم الدراجات النارية، استجابة تامة لمواصفات الجودة والسلامة. زيموتا أكبر مخازن لقطع الغيار الأصلية وشبكة ورشات وفنيين مختصين في الصيانة في أغلب مناطق الجمهورية. زيموتا قوة وأناقة. زيموتا مفتاح الطريق. زيموتا From the world to the world. شركة صناعة الدراجات 21 807 807.